تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. عمل بلا علم كمن زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد، إلى الرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهنا معدلك، ملك كل من ملك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. إلهنا لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك. أتيتك ملبيا فارحم عنائي، فعندك يا كريم دواء دائي، فلا أحد سواك إليه أشكو ويرحم عبرتي ويرى بكائي. الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، إلهنا وليس لنا معبودا سواه. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته، وبسط الأرض بمشيئته، وخلق الخلق بحكمته، ورحم العباد برحمته. له الخلق والأمر والحكم والقهر والسر والجهر، والرجوع يوم الحشر، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تعاقب ليل ونهار، عدد ما جرى في الأنهار، وعدد ما طلع على رؤوس الأشجار من الثمار، فأكثروا أيها الأخيار الأبرار الأطهار بالصلاة على المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه تبلغوا عشرة، صلوا عليه تبلغوا عشرة، يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه، والذنب يغفر والنفوس تنعم. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلام وتبلغون المطلبة، صلوا عليه وسلموا وترحموا، تريدون بها حوض الكرامة مشربا صلى الله عليه وسلم. ما أمتع هذه الحياة وهذه الدنيا ما دام الرجل قلبه يتعلق ببيت من بيوت الله. يقول الله جل في علاه: وأن المساجد لله، فما أجمل أن يعلم الإنسان أن جلوسه في المسجد من أعظم القربات إلى رب البريات. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، فمن اتخذ المسجد بيته تكفل الله تعالى له بالروح والرحمة، والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى جنته. وسبع يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تعلق قلبه بالمساجد. واعلموا أن جلوس الرجل منا في المسجد كما قال الشعبي: جلوسي في المسجد ساعة أحب إلي من أن أكون ملك العراقين. في المسجد الرحمات، في المسجد البركات، في المسجد تبث الهموم والأحزان، فأنت في ضيافة الواحد الديان لن تخرج خسران أبداً ما دمت أنت في ضيافة الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ في بيته وأحسن في وضوئه ثم أتى المسجد فهو زائر لله، وحق على المزور أن يكرم زائره. النبي صلى الله عليه وسلم وجد أحد الصحابة في المسجد في غير وقت الصلاة، قال: ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم لزمتني، ديون لحقتني. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الدعاء المبارك، فلزمه هذا الصحابي عندما جاء المسجد وجد بركة هذا المسجد بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فلزمته فأذهب الله تعالى همي وقضى ديني. إذن أحبتي، هذه اللحظات التي بين المغرب والعشاء نجلس فيها في بيت من بيوت الله وفي ذكر الله،
كل ذلك قربا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يا مسجد ربي أهواك، والقلب يهيم بذكراك، ودموع الشوق تغالبني، لا يرحم شوقي إلاك. في المسجد، في المسجد أنت مع الله، والذي مع الله لن يضيع أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في المسجد كما ذكرنا في أرض وفي دار الآخرة، لأن ما عدا هذه الأبواب فهي دنيا، وما كان في هذا المكان فهو الآخرة، كما قال أحدهم: وجد الرجل يبيع ويشتري عند المسجد، قال: اخرج، هذا سوق الآخرة، اخرج إلى سوق الدنيا. فنحن في سوق الآخرة، والذي يدخل هذا السوق ويتاجر مع الله لن يخسر أبدا، لأن هذه هي التجارة الرابحة. يقول الله: فاذكروني أذكركم، وهذا أول الربح. فاذكروني أذكركم، وهذا أول الربح، أن الله تعالى يذكرك في الملأ الأعلى. عند من؟ عند الملائكة الأبرار الأخيار الأطهار، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يتردد هذا الاسم، يتردد عند الملأ الأعلى. ما أجمل هذا المجلس الذي لك اسم يتردد عند الملأ الأعلى، وهذا والله من أعظم بركات هذا المجلس. وفي ختامه ينادي منادي: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إذن ما أجمل أيها الأحبة أن نعلم قيمة وعظم المكان الذي نحن فيه. فقد جمعنا المجد من جميع أطرافه، وجمعنا العز من جميع أبوابه، في بيت من بيوت الله، وفي بلد الله الحرام، في بيت من بيوت الله وفي بلد الله الحرام، بل أيضا في ذكر الله، في ذكر الله. والعمل الصالح في هذه البلد، في هذا البلد ليس كغيره، لأنه مبارك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، والبركة هي النماء والزيادة. فالعمل في هذه البقعة ليس كغيره. من أجل ذلك يا مكة الخير، يا أرض المسرات، يا مشرق، يا مهبط النور، يا مهد النبوات، أحبة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون سنة. هذه السنة تسمى سنة التفاضل. فالأنبياء ليسوا سواء، الأنبياء ليسوا سواء، فضل الله تعالى بعضهم على بعض. فسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، والملائكة ليسوا سواء، جبريل والملائكة الذين شهدوا بدرا هم أفضل الملائكة، والناس ليسوا سواء، فالعلماء شهد الله بهم، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والصحابة هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة الذين شهدوا بدرا، والذين شهدوا بيعة الرضوان. وكذلك أفضل هؤلاء الصحابة أبو بكر، ثم بقية العشرة. وكذلك ما عدا الصحابة من الناس أفضلهم، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأفضل الناس أيضا كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فما أجمل أن نعلم أن سنة التفاضل في هذه الكون لقصد عظيم. لماذا؟ ليتسابق الناس ويتنافس الناس فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بل من سنة التفاضل، هناك سنة التفاضل في الشهور، في الشهور، فالشهور ليست سواء، فأفضل الشهور شهر رمضان، ثم الأشهر الحرم. وكذلك في الأيام، فأفضل الأيام مجتمعة، أفضل الأيام مجتمعة العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة، وأفضل الأيام منفردة يوم عرفة ويوم النحر ويوم الجمعة، وهو يوم في الأسبوع. وأفضل الليالي منفردة ليلة القدر، وأفضل الساعات ساعة الإجابة يوم الجمعة، وأفضل الأوقات للدعاء بين الأذان والإقامة ووقت السحر. إذن هذه هي سنة التفاضل في الكون. ومن هذا الباب جعل الله سبحانه وتعالى هذا التفاضل ليظهر من يعمل
من الذي لا يعمل. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن هذا التفاضل أيضا أن الله سبحانه وتعالى فضل العشر الأول من ذي الحجة على غيرها من الأيام، فأقسم الله تعالى بها وقال: والفجر وليالي العشر. قال ابن عباس: الفجر أقسم بالفجر الأول من أيام العشر، وقصد بقوله تعالى: وليالي العشر، هي العشر الأول من ذي الحجة. إذن هذه العشر: يا عشر ربي أهواك، والقلب يهيم بذكراك، ودموع الشوق تغالبني، لا يرحم شوقي إلاك. كذلك إذا أقبلت العشر فأقبل، فبالخير تستقبل، لعلك تخطئها قابلة فتأتي بعذر فلا يقبل. أحبة الكرام، أيام العشر أقسم الله بها، والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، لا يقسم إلا بعظيم. لأجل ذلك عظموا ما عظم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن عظم هذه الأيام، أيام العشر، أنها هي آخر الأيام في الأشهر الحرم، أنها آخر الأيام في الأشهر الحرم، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي الحج أشهر معلومات، وهو شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فمن فضل هذه الأيام أنها العشر الأول من ذي الحجة، هي آخر أيام الأشهر الحرم، الأشهر الحج. وكذلك من فضل هذه الأيام أنها أيام معلومات، كما قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فوق ذاك وذاك أن هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة هي من أعظم الأيام عند الله، من أعظم أيام الدنيا، من أعظم أيام الدنيا أيام العشر الأول من ذي الحجة، كما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد. ومن حديث ابن عباس الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. حتى قال بعض أهل العلم، قال: يوم من العشر الأول من ذي الحجة، اليوم الواحد من عشر الأول من ذي الحجة كقدر غزوة في سبيل الله. اليوم الواحد من العشر الأول من ذي الحجة كقدر غزوة في سبيل الله. وصيام اليوم الواحد من العشر الأول من ذي الحجة كما قال بعضهم كصيام شهرين، مما يدل على عظم هذه الأيام. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، اسمعوا إلى هذا الحديث، تأملوه، هذا الحديث يخاطبنا من أجل أن نقبل على الله، من أجل أن نبادر الأيام القادمة هي أيام العمر. سجل لك تاريخا فيما هو قادم لك من الأيام، سجل لك عبادة، سجل لك صيام، سجل لك قيام، سجل لك صدقة، فإن العبد العاقل هو الذي يبادر أيامه الخالية. بادر إلى الأعمال ما دمت بذي الدنيا مقيم، يا من يحدث نفسه بدخول جنات النعيم. بادر إلى الأعمال ما دمت بذي الدنيا مقيم، يا من يحدث نفسه بدخول جنات النعيم. إن كنت متقيا فأنت على صراط مستقيم، لا ترجون سلامة من غير قلب سليم. الأعمال في العشر الأول من الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة عندما ذكر فضل هذه الأيام، كل ذلك لتنشط النفوس وتقوى النفوس على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألم نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هي أحب الأيام إلى الله؟ إذن أحبه ما يحبه الله. أنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، فحسبي بحبي أني أحب ما تحب. فأحب ما يحبه الله، والله يحب هذه الأيام ويحب العمل الصالح فيها، من صلاة ومن صيام ومن صدقة ومن قيام ومن دعاء ومن صلة أرحام ومن التفرغ لطاعة الواحد العلام. يقول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى هذا الحديث،
يقول صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فإذا أقبلت رحمة الله وأقبلت نفحات الرحمة وأقبل الخير فأقبل، فإذا أقبلت أقبل الله تعالى عليك بالأجر، وأقبل تعالى عليك كذلك بالبركة والحياة السعيدة والعيش الرغيدة، ما دمت أنت تقبل على الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بل يقول الله تعالى كذلك في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي شبرا إلا تقربت إليه ذراعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. إذن من حضرت ونزلت عنده وهو حي هذه الأيام، أيام العشر، أولا يحمد الله تعالى على أن الله تعالى أمد في عمره حتى يكون من أهل هذه العشر التي أعظم أيام الدنيا، وهي أحب الأيام عند الله، خاصة يوم عرفة وكذلك يوم النحر. مما ينبغي للمسلم أن يحرص حرصا عظيما أكيدا على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها هذه الحياة التي أنت تعيشها، اغتنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى، تغتنم هذه الصحة في عبادة الله، تغتنم هذا العمر في طاعة الله، تغتنم هذا المال في طاعة الله. فالعاقل هو الذي يعلم قيمة هذه الأيام العشر. والله ثم والله، من عظم هذه الأيام جعل الله تعالى فيها ركنا عظيما من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، ألا وهو الحج. وقد يقول قائل: ما الحكمة أن هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة لها هذا الفضل ولها هذا القدر ولها هذه المكانة عند الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأيام أمهات العبادات. لاحظ في العشر الأول من ذي الحجة تجمع كثير من العبادات ما لا تجتمع في غيره من الأيام، ولا تجتمع حتى في العشر الأواخر من رمضان. ففي هذه العشر الصلاة، وفي هذه العشر كذلك الصدقات، وفي هذه العشر كذلك الحج، في هذه العشر الحج وهو ركن كذلك من أركان الإسلام، وفي هذه العشر كذلك يوم عرفة، وهو كذلك من في هذه العشر يوم النحر، وفي هذه العشر كذلك التكبير والذكر، وهذا لا يكون إلا في هذه العشر الأول من ذي الحجة. من أجل ذلك كان السلف يتعبون أنفسهم ويجتهدون في هذه العشر ما لا يجتهدون في غيره. قيل لسعيد بن جبير، سعيد بن جبير كان يتعب نفسه في أيام العشر، قال: راحتها أريد. وكان يقول سعيد بن جبير في هذه العشر يقول: لا تطفئوا سرجكم في هذه العشر، كناية عن الصلاة وعلى العبادة وعن الطاعة. وأيضا مما ينبغي التنبيه إليه أيها الأحبة، أن بلوغ هذه العشر نعمة عظيمة، بلوغ هذه العشر نعمة عظيمة. فيشارك غير الحاج الحاج، الحاج جاء ملبيا، وأنت مع دخول العشر مكبرا. الحاج يقف في عرفة وأنت في هذه العشر تصوم يوم عرفة. الحاج ينحر هديه وأنت في هذه العشر تذبح الأضحية قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فاجتمع للناس قاطبة دون تخصيص، سواء كان من حضر البيت أو من لم يحضر البيت، اجتمع له فضائل الأعمال في هذه العشر. ومن أجل القربات والعبادات في هذه العشر هذه الصلوات، كما ثبت من حديث ثوبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. واعلم أن السجود
أن السجود في هذه الأيام العشر ليس كغيره من الأيام، لأن العمل الصالح فيها مضاعف، العمل الصالح فيها مضاعف في غير البلد الحرام، فكيف بالبلد الحرام؟ فالعمل الصالح في هذه العشر مضاعف في غير البلد الحرام، فكيف بك إذا كان في البلد الحرام؟ فالصلاة، الصلاة في غير أيام العشر مضاعفة، وفي أيام العشر المضاعفة أضعف وأكثر، لأنها في أيام عظيمة وفي أيام كريمة وفي أيام محبوبة. ما هي كما ذكرت أيها الأحبة إلا أوقات، إلا أوقات وساعات ولحظات. وتقبل علينا هذه الأيام التي فيها من البركة وفيها من الأجر وفيها من السعادة بجمالها وجلالها وبهائها وكمالها، فنستظل تحت ظل هذه الأيام العشر بطاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أجل كما ذكرنا القربات والعبادات المحافظة على هذه الصلوات. قد يقول قائل وإنا نصلي في غير العشر، نعم نصلي في غير العشر، لكن المحافظة على هذه الصلوات في العشر الأجر فيها مضاعف، خاصة خاصة التبكير، التبكير إلى الصلاة. وكان السلف يرون أن الذي يأتي إلى الصلاة بعد تكبيرة الإحرام يقولون فاغسل يدك منه، فاغسل يدك منه ولا ترجو منه خيرا، الذي يأتي بعد تكبيرة الإحرام. فالمواظبة على الصلوات في العشر الأول من ذي الحجة ليس كغيرها. أيضا اعلموا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. إذن فلنحافظ في هذه الأيام العشر، وهي والله تربية، تربية على أنه يغتنم أوقاته. إياك ثم إياك أن تقام الصلاة وأنت في بيتك فيدعوك داعي الله لكي تحضر، كما قال سفيان أسوأ العبيد هو الذي يدعوه سيده، أسوأ العبيد الذي يدعوه سيد، لا تنتظر حتى يدعوك حي على الصلاة قد قامت الصلاة، بل العاقل هو الذي يبادر إلى المحافظة على هذه الصلوات، خاصة الفرائض ثم تليها النوافل كما ذكرنا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فاغتنم أيامك واغتنم حياتك واغتنم أوقاتك واغتنم ساعاتك في طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة من الغزوات كان في شعب صلى الله عليه وسلم، ثم قال للصحابة من يحرسنا الليلة؟ فقام عباد بن بشر وعباد بن بشر هذا لوحده تاريخ، عباد بن بشر لوحده تاريخ، قام عباد بن بشر فقام وقال أنا يا رسول الله، وقام عمار بن ياسر الذي ملئ إيمانا ويقينا وصدقا وحبا ومكانة ومنزلة قال أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر وقال لعمار بن ياسر عليكم بذاك الشعب، إياكم ثم إياكم أن نؤتى من عندكم من قبلكم. فقال عباد بن بشر قال لعمار، انظروا في استغلال الأوقات والساعات واللحظات، فقال عباد لعمار تحرس أول الليل أم آخره؟ فقال عمار بن ياسر قال أحرس آخره، قال أنا أحرس في أول الليل. فقام عباد بن بشر الذي تعلق قلبه بالصلاة، تعلق قلبه بالمناجاة، تعلق قلبه بالآيات، تعلق قلبه بعبادة رب البريات، تعلق قلبه بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فقام يصلي فجاء عدو من الأعداء فوجد عباد قائما، فقال هذا العدو لأقتلن هذا الرجل، فأخذ يرمي السهم الأول فوضع وغرس في جسده فأخرجه وألقاه وأتم صلاته، فلا زال يرميه حتى السهم الثالث، ثم عندما رأى الدم أخذ يحبو إلى عمار فأيقظه فلامه عمار، قال أصلحك الله هداك الله، لو أيقظتني من أول رمح أو سهم، قال والله لقد كنت في آيات لوددت أن تخرج روحي ولا أن أقطعها، لكن الذي منعني خفت وخشيت أن يؤتى المسلمين من قبلنا. من أجل ذلك أيها الأحبة هي فرصة في الأيام العشر الأول أن نربي أنفسنا على القيام، على
الأعمال الصالحة خاصة الصلوات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ نحن ذكرنا أن هذه الأيام العشر هي أحب الأيام إلى الله، إذن نعمل في هذه الأيام أحب الأعمال إلى الله. قال يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها، إذن أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح عساه ما يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس. تأملوا سير السلف الصالح في المحافظة على هذه الصلوات في غير العشر الأول من ذي الحجة، فكيف بالعشر الأول من ذي الحجة؟ الواحد منهم كان لا تفته تكبيرة الإحرام 40 عام، 40 عام لم تفته تكبيرة الإحرام، وهذا في غير العشر الأول من ذي الحجة، فكيف بالعشر الأول من ذي الحجة؟ بل بالصلاة، تكون من يرافق النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أسألك مرافقتك الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، والله تعالى يقول فاسجد واقترب، تأملوا السجود في الأرض، لكن والله وإن كان السجود في الأرض إلا أنه يبلغ السماء، عند الله، لأن الله تعالى يحب من العبد أن يتذلل بين يديه، وأن ينكسر ويخضع إليه. فما أجمل التذلل، وما أجمل الخضوع، وما أجمل الخنوع لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى خلقنا وأوجدنا لمثل هذه العبادات ومثل هذه الطاعات. ومن الأعمال أيها الأحبة التي ينبغي للعبد أن يحرص عليها، لأن هذه الأيام قد تدخل عليك وقد تخرج، لكن قد تأتي العام القادم وأنت لست في الوجود، فاغتنم ما هو قادم من الأيام، واعتبر أن هذه الأيام التي سوف تقدم عليك صيد، فصد هذه الأيام واحرص عليها كحرصك على أموالك وعلى بيوتك وعلى أهلك، واعلم أن هذه الأيام، القادمة هي الباقيات الصالحات، تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بين يدي الله بهذه الأيام من صلاة. ومن الأعمال الجليلة الجميلة المباركة التي يحبها الله الصيام. وثبت عن السلف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام صلى الله عليه وسلم الأيام العشر، ثبت عن السلف أن النبي صلى الله أن الصحابة كانوا يصومون التسع الأول من ذي الحجة، ويصومون يوم عرفة، وصيام يوم واحد ألا وهو يوم عرفة، صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة. وقد يقول قائل خاصة الذين يأخذون هذه الألفاظ ويستعملوها في غير موضعها، كيف يغفر الله تعالى لي ذنوب سنة قادمة، وأنا لم أرتكب فيها ذنبا، ولم أعمل فيها عملا، ولم أشرع فيها أصلا؟ نقول قال كما ذكر ابن رجب وغيره من أهل العلم، قالوا كلاما جميلا جليلا يدل على علمهم ويدل على فقههم ويدل أن الله تعالى فتح عليهم. قال أنها وإن وقعت منهم ذنوب في العام القادم تقع مغفورة، وهذا من فضل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل بدر افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، إذن هذا المعنى الأول. لكن المعنى الثاني أيضا جميل كجمالكم، ألا وهو قول النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من صام يوم عرفة فإن الله تعالى يكفر له ذنوب ماضية وذنوب قادمة مقبلة. قال أهل العلم أن العبد يعصمه الله، من أن يقع في الذنوب، من أجل ذلك من عظم هذه الأيام، جعل يوم عرفة، الذي تغفر فيه الذنوب وتستر فيه العيوب وتكشف فيه الكروب، الذي يقفون الناس بين يديه، وما رؤي يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال يا بلال انصت الناس
الناس، أنصت الناس ليسمعوا. فقام بلال بين الناس وقال: أيها الناس، أيها الناس، أنصتوا لرسول الله، أنصتوا لرسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولمن حضر يوم عرفة، قال: إن جبريل أتاني آنفا يقرئني من رب السلام، يقرئني من رب السلام، وقال: إن الله غفر لأهل الموقف وأهل عرفة وأهل المشعر، وضمن لهم التبعات. فصاح عمر قال: يا رسول الله، لنا خاصة؟ قال: لا، لكم ولمن أتى بعدكم إلى قيام الساعة. إذن جعل الله تعالى هذا اليوم، نسأل الله تعالى أن يبلغنا يوم عرفة. اللهم بلغنا يوم عرفة، اللهم بلغنا يوم عرفة، واجعل لنا فيه موقف يا رب العالمين، اجعل لنا فيه موقف. اجعلنا من أهل الموقف يا رب، اجعلنا من أهل الموقف، ومن عتقائك من النار، ومن عتقائك من النار. السعيد من يوفق في يوم عرفة صياما حجا عملا صالحا. السعيد من يوفق في يوم عرفة ويوم النحر، فهي والله من أعظم أيام العشر، من أعظم أيام العشر. فمن أعمال يوم العشر كما ذكرنا الصيام. قال له رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له بالصيام، وإن جعنا وعطشنا إلا أننا نجد في نفوسنا صفاء، نقاء، قرب إلى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك في الصيام. من أجل ذلك أيها الأحبة، من عظم هذه الأيام جعل الله تعالى يوم عرفة في هذه الأيام، وجعل يوم النحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أيام الدنيا يوم النحر، وفيه الذبح لله سبحانه وتعالى. فإذا الحاج قدم هدي، غير الحاج يقدم أضحية، كل ذلك ليعيش المسلم، من بلغ البيت ومن لم يبلغ البيت، يعيشون أجواء العبادة والطاعة والقربة، لتصفو النفوس وتزكو النفوس وتطمئن القلوب وتحيا الأبدان في طاعة الواحد الديان. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يمر على راعي لا يعرف ابن عمر، فوجده يرعى الغنم، وكان ابن عمر يضع طعاما. فقال ابن عمر لهذا الراعي: يا أيها الراعي، انزل وكل معنا. قال: إني صائم. هذا الراعي قال: إني صائم. فتعجب ابن عمر، قال: تصوم هذه الأيام شديدة الحر وأنت ترعى هذه الغنم بين هذه الجبال؟ قال: أبادر أيام الخالية، استدرك عمري. العمر قليل، وأما قريب الرحيل، فقدم بين يدي الجليل ما يشفع لك هذا القليل. قدم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، لا تأتي يوم القيامة وتقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لا تأتي يوم القيامة وتقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فقال له هذا الراعي: استدرك عمري، أي أبادر أيام الخالية. فتعجب ابن عمر، تعجب، انظروا إلى أثر الصيام. تعتقدون أثر الصيام فقط هو في زكاء النفوس؟ لا، تربي الإنسان على الطاعة في جميع أقواله وفي جميع أحواله وفي جميع مقاله. فأراد ابن عمر أن يختبر الراعي، هل للصيام أثر؟ قال له ابن عمر: تبيعني إحدى هذه الغنم وأعطيك ثمنها وتفطر عليه، وأعطيك جزء من لحمها تفطر عليه؟ قال: لا، إنها ليست لي، إنها لسيدي. قال: إذا سأل عنها أكلها الذئب. قال: وأين الله؟ وأين الله؟ هذا
هو أثر الصيام. من أجل ذلك أيها الأحبة، من أجل القربات ومن أجل العبادات ومن أجل الطاعات ومن أجل العبادات أن تتقرب إلى الله بعد الصلاة بالصيام. الصيام هي عبادة السر بينك وبين الله، لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، قد لا يعلم عنها الزوجة التي في بيتك. يقول أبو داود الهندي، يقول صمت 40 عام، وفي رواية 20، لا يعلم أهل بيتي أني صائم، لا يعلمون أنه صائم. طيب كيف كان يتعشى؟ قال آخذ الإفطار معي وأخرج أتصدق به وآتي إلى أهل بيتي بالليل، أنا أفطر وهم يتعشون، لا يعلمون أهل بيتي. طيب لماذا أخبر؟ أخبر عند موته ليكون قدوة لولده وأسوة لولده. من أجل ذلك أيها الأحبة، إذا أردت أن تعرف عظم تقدير هذه الأيام وعظم تعظيم هذه الأيام وعظم محبتك لما أحبه الله، عليك بالصيام، لأنها عبادة سر بينك وبين الله. يكفيك أنها في أيام العشر، وأن للصائم دعوة لا ترد. فمن أسباب إجابة الدعاء ما هو؟ الصلاة، الصيام، الطاعة، الحج. روي أن سفيان كلما حج كان مستجاب الدعوة، كلما حج كان يقول اللهم لا تحرمني العام القادم، اللهم إني أسألك أن تبلغني العام القادم. فحج 80 حجة، في 80 استحى، قال يا رب استحيت من كثرتي العام القادم. فوقف عند القبر هنا في المعلاة في مكة، فوقف وأشار، قال اللهم لقد استحيت، اللهم هنا، ومات حاجا في عرفة. من أجل ذلك أيها الأحبة، العمل الصالح فيما هو قادم من الأيام ليس كغيره من الأيام. عليك بما ينفعك في المعادي، ومما تنجو به يوم التنادي، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، فلا تفرح بمال تقتنيه، فإنك فيه معكوس المراد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ بالله عليك اسأل نفسك، هل ترضى الناس يوم الأيام العشر وهي أعظم أيام الدنيا وأحب أيام الدنيا عند الله وأجل أيام الدنيا وأجمل أيام الدنيا عند الله؟ أترضى أن يكون الناس في طاعة وأنت في غير طاعة؟ أن يكون الناس في صلاة وأنت غافل ساهل لاهن؟ أن يكون الناس في صيام وأنت في غفلة عن الله تعالى، يا غافلا عن مصيره، يا واقفا في تقصيره؟ سبقك أهل العزائم وأنت في اليقظة نائم، قف على الباب وقوف نادم، ونكس رأس الذل وقل أنا ظالم. أحبتي، والله من حبي لكم أقول لكم، إياك ثم إياك أن تغلب فيما هو قادم من الأيام، لا يغلبك أحد. إياك والشيطان، إياك والدنيا وما فيها من اللهو والشهوات. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح دنياه سفارا، هل لا تركت للدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ أحبتي، من غلب فيما هو قادم من الأيام فهو صاحب هوى ونفس ضعيفة. يا نفس توبي واعص الهوى، فالهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، تجيء بمصرعه آثار موتانا، ما لي وللدنيا أجمعها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا. فلا تغلب فيما هو قادم من الأيام، لا تغلب، لا ترضى أحد كائن من كان أن يسرق عليك هذا الزمان، لا ترضى كائن من كان أن يسرق عليك ما هو قادم من الأيام والزمان. ففيما هو قادم من الأيام والزمان هي أعظم ما يملكه الإنسان، أعظم
من الذهب والفضة، أعظم والله من الزوجة والأولاد، أعظم والله من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها. ومن الأعمال أيها الكرام في هذه الأيام عمل جليل 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 كثير كبير عند الكبير المتعال، ما هو؟ ذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. الذكر، الصلوات خمس، الصلوات خمس. رمضان، رمضان مرة في العام، الحج مرة في العمر، مرة في الزكاة لمن عنده مال مرة في السنة. أما الذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذكر يحيي القلوب الميتة كما تحيا الأرض إذا مسها المطر. بذكرك يا مولى الورى نتنعم، قد خاب قوم عن سبيلك قد عموا، شهدنا يقينا بأن علمك واسع وأنك ترى ما في القلوب وتعلم. أكثر من ذكر الله وما اختاره لك رسول الله: التهليل، التكبير، التحميد، ذكر الله. ذكر الله عافية في الأبدان، جلاء للأحزان، جلاء للأحزان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله عافية في الأبدان، جلاء للأحزان، قربة للرحمن، طرد للشيطان. ذكر الله سبب من أسباب سعادة الإنسان. ذكر الله سبب من أسباب العيش الرغيد، العيش الرغيد سبب من أسباب الحفظ من الشيطان العنيد. كل ذلك في ذكر الله، في ذكر الله. من أجل ذلك أيها الأحبة، ما أجمل أن العبد يكثر فيما هو قادم للأيام من العشر الأول من ذي الحجة، من أول يوم، من أول يوم التكبير المطلق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. أكثروا منها. مجاهد وهو من التابعين سمع رجل يكبر في المسجد: الله أكبر، الله. قال: ارفع صوتك، ارفع صوتك، فقد كان من كان قبلكم يرفعون أصواتهم حتى يرتج المسجد من ذكر الله والتكبير، حتى يخرج هذا الصوت إلى الأبطح فيترتج من ذكر الله. من أجل ذلك أيها الأحبة، أكثروا، أكثروا فيما هو قادم من الأيام من التهليل والتكبير والتحميد. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ذكر عندما في قوله قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلمات إلى الله أربع. المقام، المقام أيام العشر، مقام حب، أحب الأيام عند الله. إذا تعمل كل عمل يحبه الله. قال تعالى: يحبهم، يحبهم ويحبه الله. فما أجمل أن تحب الله ولا يظهر حبك لله إلا بأنك تحب ما يحب، تحب ما يحب. كما ذكرت أنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، فحسبي بحبي أن أحب ما تحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلمات إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت، الذي يهمنا منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ففيه التكبير والتهليل والتحميد. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس، أي خير لي من الدنيا وما فيها، وما فيها. وذكر الله والتكبير والتهليل والتحميد سبب من أسباب عظم الأجر. يمر على أم هانئ. من هي أم هانئ؟ بنت أبو طالب، اسمها فاختة، اسمها فاختة، وقد كبر سنها واحدبد وظهرها وعلى الشيب رأسها. قالت له: يا رسول الله، علمني، علمني عملا أعمله وأنا جالسة، وأنا جالسة، علمني عمل أعمله وأنا جالسة، ما عندي قوة، فقد ضعفت، ليس في قوة. ماذا قال لها؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: وأنت جالسة، قال: سبح الله 100 تسبيحة، 100 تسبيحة تعدل كمن أعتق 100 من ولد إسماعيل، وكبري 100 تكبيرة، 100 تكبيرة تعدل 100 فرس
تحملين فيها في سبيل الله. ثم قال لها وأرشدها إلى التكبير والتحميد والتهليل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الصحابة إلى أعظم عبادة، إلى أعظم عبادة، الذكر. تأملوا الصلوات ذكر، تأملوا الصيام ذكر، تأملوا الحج ذكر، ذكر. من أجل ذلك أيها الأحبة، ما أجمل أن الإنسان مع قدوم هذه الأيام يكثر من التهليل والتكبير والتحميد، فإن ذلك أمر يحبه الله، فأحبوا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولن تتقربوا إلى الله تعالى إلا بما قاله وخصه صلى الله عليه وسلم، فقال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق، إلى الأسواق، إلى الأسواق، ولا حاجة لهم، لا حاجة لهم في السوق، إنما يخرجون ليبلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفعون أصواتهم. بماذا يرفعون أصواتهم؟ بالتهليل والتكبير والتحميد، خاصة في هذه الأيام القادمة. إذن من أجل أيضاً العبادات والقربات أيها الأحبة، أن العبد مع قدوم هذه الأيام العشر، بعد المحافظة على الصلوات والعناية بالصيام، وكذلك أن يكثر من ذكر الواحد العلام، عليه أن يعمل كل عمل صالح يقربه إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. ومن الأعمال الصالحة أيها الأحبة، مع قدوم هذه الأيام، هناك عمل جليل جليل جميل يتمناه كل مسلم، يحرص عليه كل مسلم، ألا وهو الحج. فمن استطاع منكم أن يحج فيتقرب إلى الله بركن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، وبالحج تغفر الذنوب وتستر العيوب وتكشف الكروب، بل أنه بلوغ المسلم إلى هذه الكعبة، إلى هذه الكعبة، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن تبلغ هذه الكعبة التي يتمنى أن يبلغها كل مسلم، كل مسلم. فبلوغ هذه الكعبة من أعظم نعم الله تعالى العبد، فكيف إذا بلغت هذه الكعبة في هذه الأيام العشر وفي البلد الحرام، والعمل الصالح فيها مضاعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أديموا 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 بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. والنبي صلى الله عليه وسلم من العبادات التي تقرب فيها إلى الله في هذه الأيام العشر، جاء حاجاً صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى بلغ الكعبة وبلغ عرفات وبلغ الموقف وبلغ مزدلفة وبلغ منى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ويقول لهم صلى الله عليه وسلم: ألا هل قلب بلغت؟ بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف. فمن أجل العبادات التي تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام العشر هو الحج. والحج أيها الأحبة عبادة عظيمة، ركن من أركان الإسلام، يحرص عليها الإنسان ما دام حي وما دام في هذه الدنيا، خاصة في هذه العشر. ومن الأعمال ومن القربات في هذه العشر لمن لم يقصد البيت الحرام أو لم يبلغ الكعبة، هو بعد التكبير والتهليل والتحميد والصيام والصلاة والصدقة، الصدقة من أجل العبادات وأجل القربات. فكيف بكم إذا كانت جمعت شرف الزمان، شرف الزمان كالعشر الأول من ذي الحجة، وشرف المكان البلد الحرام، فاجتمع المجد والعز من جميع أبوابه ومن جميع نواحيه ومن جميع أطرافه، فلا تبخل على نفسك، رب درهم سبق ألف درهم. عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق، وكانت قبل أن تتصدق تضع الدرهم في المسك ثم تضعه في يد الفقير، فقالوا: لماذا تطيبين الدرهم في المسك؟ قالت: لأنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد المسكين. هذه عائشة رضي الله عنها. والصدقة لو تعلمون أجرها، لو تعلمون أثرها، لو تعلمون فضلها، لو تعلمون جمالها، لو تعلمون جلالها،
والله ما انقطعت من المسلم أبدا. لماذا؟ لأنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، اللهم أعط منفقا خلافا، اللهم أعط ممسكا تلفا. تصور أن الملائكة في العشر الأول من ذي الحجة تدعو لك، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تدعو لك. إذن من أراد أيضا، من أراد أيضا البركة في العمر، البركة في البيت، البركة في الزوجة، البركة في الولد، البركة في العيال، البركة في المال، البركة في الحياة، البركة في السعادة، البركة في الطعام، البركة في المنام، فعليه بالصدقة. فكل ذلك تشمله الصدقة، بل تمتد البركة إلى القبر، إلى أن تلقى الله. أما في الدنيا، في الدنيا فهي تقي مصارع السوء، وتقي أيضا الهلكات، وتقي هذا في الدنيا، تقي مصارع السوء وتقي الهلكات، هذا في الدنيا. أما في القبر تكون له نورا في قبره، أما لقاء عند لقاء ربه فيستظل تحت ظلها يوم لا ظل إلا ظله. سبعة، يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالصدقة إذا كانت صدقة السر فهي محبوبة عند الله، تدل على الإخلاص، وتدل على أن العبد تقرب إلى الله بما أنعم الله تعالى به عليه. لأن هذا المال الذي بين أيدينا ليس مالا لنا، ليس مالنا، بل هو مال من؟ مال الله، هذا مال الله. إذن أنفق مال الله فيما يريده الله سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله تعالى استخلفك في هذا المال، واعلم أن درهم تنفقه يضاعفه الله تعالى أضعافا كثيرة، أضعافا كثيرة. أقول لكل مهموم، لكل محزون، لكل مهموم، لكل محزون، لكل من أنابه كرب أو هم أو مرض أو بلاء، الله الله، بالصدقة فهي دواء وهي شفاء وهي عافية. فكيف بك إذا كانت في العشر الأول من ذي الحجة، في العشر الأول من ذي الحجة؟ واعلموا يقينا أنك إذا تقربت إلى الله بالصلاة والصيام والعمل الصالح لا تدري بأي هذه الأعمال تدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. تصوروا من القائل، من قال أنا؟ أبو بكر أول العشر المبشرين، وأول من يدخل، أول من يدخل الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا. من أصبح منكم صائما؟ قال: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال: أنا. قال: من اتبع جنازة؟ قال: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم؟ قال: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء، من أي أبواب الجنة شاء. إذن إياك ثم إياك أن تعجز عن أي عمل صالح تعمله، ربما يكون وإن كان قليلا، فقليل هذا الذي عندك كثير عند الله، كثير عند الله. إذا رافق هذا القليل إخلاص صدق مع الله، لأن القليل بسبب الإخلاص وبسبب الصدق مع الله يكون كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. روي أن ملكا بنى مسجد وكان لا يريد أحد أن يكون معه في بناء هذا المسجد، فنادى في الناس: لا يدخلن أحد معي في بناء المسجد. وتوعد وعيدا شديدا: من دخل في بناء المسجد فلا يلومن إلا نفسه. فبنى المسجد في أحسن صورته وفي أجمل صورته، ثم نام بعد أن كتب اسمه عليه، فرأى في المنام أن اسمه يمحى ويكتب اسم امرأة، فاستيقظ فنادى العلماء: افتوني في رؤياي. قالوا: إنها أضغاث وأحلام. فرجع ونام ورأى وسمع اسم امرأة، فلا زالت هذه الرؤية حتى حفظ اسمها، ثم قال لجنده: ائتوني بالمرأة. فجاءوا بها، فإذا بها ارتعدت أطرافها وتعرقت من الخوف أن تقتل. قال لها:
ألم أحذر؟ ألم أحذر أن لا يدخل أحد معي في بناء المسجد؟ قالت والله أيها الملك ما بنيت ولا قمت ولا قعدت ولا قمت في هذا المسجد إلا قال أريد إلا هذه. قالت مررت بجوار البغال التي تحمل اللبن إلى المسجد، البغال التي تحمل اللبن الطوب من اللبن إلى المسجد، فوجدت بغلا يمد رأسه مربوط يمد رأسه إلى سطل الماء، فقربته إليه. قال بذلك بلغتي عمل قليل لكنه بصدق وإخلاص. فمحى اسمه وكتب اسمها. إذن إياك ثم إياك أن تدخل العشر القادمة أو العشر الأول من الحجة، العشر المباركات، إياك ثم إياك أن تدخل تصوم وتصلي وتتصدق وأنت تقصد بهذا العمل غير وجه الله. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فوجدت رجلا يتقلب ويتنعم في الجنة. قال الصحابة بما يا رسول الله؟ قال وجد غصن شوك فأخره، غصن شوك. من أجل ذلك أيها الأحبة أكثروا فيما هو قادم الأيام، خاصة التهليل والتكبير والتحميد وذكر الله والصلاة والمحافظة عليها والمحافظة على الصف الأول. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسري به وصل إلى السماء السابعة، فتجاوز إبراهيم. اسمعوا ماذا قال إبراهيم له. قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. إذن ذكر الله هو غراس الجنة، فأكثروا فيما هو قادم الأيام من الصلاة والصيام والذكر والصدقة والحج، وكذلك الذبح أي الأضحية. وإن كانت هذه الأضحية تهاون فيها كثير من الناس. تصور أن الحاج في أيام الحج ينحر الهدي وأنت أضحية، الحاج يلبي وأنت تكبر، الحاج يدعو وأنت لك دعوة مستجابة. إذن هذا اليوم إياك أن يفوت أي عمل صالح تقدر عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعاقل هو الذي يبادر إلى الله، يتنافس إلى الله، يتسابق إلى الله. فاستبقوا الخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة يقول لهم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، والآن أيام العشر قادمة العمل فيها مضاعف. قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، ما تحرك أحد من الصحابة إلا رجل. قال يا رسول الله، اسمه عكاشة، قال يا رسول الله ادعو الله نكون منهم. فرفع النبي يديه قال اللهم اجعله منهم. فقام رجل من الأنصار قال وأنا يا رسول الله؟ قال سبقك إليها عكاشة. إذن الباب مفتوح، فاعمل ما دام في الجسد روح قبل أن تنتقل إلى الله، ولا تستطيع أن تعمل عمل. ترى يقول تزود بالذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد. إذن العاقل أيها الأحبة أن يحرص على كل ما ينفعه. اللهم إنا نسألك في ختام هذا المجلس أن تغفر ذنبنا وتستر عيبنا وتكشف كربنا وتحفظ بلادنا وعلماءنا وأمراءنا وجندنا. اللهم اجمعنا ولا تفرقنا، وحدنا ولا تمزقنا. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، بلغهم مقصدهم واقبلهم ولا تردهم. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين وعلماءنا وأمراءنا بسوء، اللهم رد كيده في نحره. إلهنا كما جمعتنا في مسجدك اجمعنا في جنتك، كما جمعتنا تحت ظل مسجدك اجمعنا تحت ظل عرشك. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. عمل بلا علم كمن زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد. إلى الرشاد.